بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من كلام لسيدنا ومولانا أبي محمد الحسن الزكي سلام الله عليه، وقد قاله لجنادة بن أبي أمية: يا جنادة استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. يا جنادة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الولادة العطرة لسيدنا ومولانا إمامنا الحسن الزكي سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الولادة حينما نقف عندها أو كغيرها من المناسبات، ينبغي أن ننطلق من خلالها لمعرفة سيرة المعصوم سلام الله عليه، وإلا فإن مجرد إقامة الذكرى أو الاحتفال بمناسبة ما أو بولادة ما لأحد المعصومين، مجرد الاحتفال لا يكفي، إنما التفاعل والانسجام والانصهار مع شخصية المحتفل به هو الذي ركز عليه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا حينما نقف عند هذه الولادة نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف عندها. كيف ذلك؟ حينما أتت به، أي بذلك المولود، فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى يختار اسما له، فقال: علي ما كنت لأسبق أخي وابن عمي رسول الله. فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: يا علي، هل سميت الوليد أو المولود؟ قال: ما كنت لأسبقك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: وما كنت لأسبق الله سبحانه وتعالى في تسميته. وإذا بالأمين جبرائيل عليه السلام يهبط على النبي صلى الله عليه وآله ويقول قائلا له: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: سم الوليد باسم ابن هارون.
قال وما اسم ابن هارون؟ قال شبر. قال لساني عربي. قال شبر يعني الحسن، فكانت تسمية الحسن من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه الشخصية العظيمة حينما نقف عندها لا يمكن بهذه العجالة وبهذه الدقائق المعدودات أن نستوفي ولو بجزء يسير من حقها. كما قلنا النبي صلى الله عليه وآله وقف عند هذه الولادة حينما تلقفه أقام عليه السنة. كيف يعني؟ أذن في أذنه اليمنى ثم أقام في اليسرى وكان ملفوفا بلفافة صفراء. قال ألم أنهكم أن تلفوا الوليد بلفافة صفراء؟ وإنما لفوه بلفافة بيضاء. ليش؟ هو دليل على النقاء وعلى الصفاء وعلى الطهارة. شخصية إمامنا صلوات الله وسلامه عليه كما هي في بطون الأحاديث وكما هي في بطون الكتب حينما ننظر إليها ليس عجيبا وليس غريبا أننا حينما ننفذ إليها فنرى تلك الكرامات الباهرة ونرى تلك المعجزات التي نضحت بها شخصية إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وأين حصلت هذه التربية؟ حصلت في أكرم بيت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ألا وهي بيوت آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي تربى في بيت جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستمع الوحي وإذا به ينقله إلى أمه الزهراء سلام الله عليها. قالت يا ولدي من أين لك هذا؟ قالت هو من عند جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذات يوم دخل علي بن أبي طالب فحدثت فاطمة سلام الله عليها ما سمعته من الإمام الحسن إلى أمير المؤمنين. دخل ذات يوم فأراد الإمام الحسن أن يلقي على أمه الزهراء ما سمعه من جده، والإمام جلس، الإمام أمير المؤمنين جلس في زاوية من زوايا المنزل. لما أراد أن يلقي ما حفظه من جده على أمه ارتج لسانه، يعني ما قدر يتكلم. شو قال هذه الكلمة؟ قال كل لساني وعجز بياني لعل سيدي يرعاني. من سيدي يرعاني؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. أخذته الهيبة من أبيه أمير المؤمنين فما استطاع أن ينقل الوحي إلى أمه الزهراء، هيبة واحتراما لأبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فقال هذه الكلمات كل لساني وعجز بياني لعل سيدي يرعاني. هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يخشى الله أشد الخشية، كان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وهو على فراشه أخذ يبكي. قالوا له يا ابن رسول الله أنت ما أنت عليه من قربك من الله وتبكي؟ قال أبكي لخصلتين. شوفوا إمام معصوم حجة الله على الخلق وهو في هذه اللحظات وهو على فراش الموت يبكي. قال أبكي لخصلتين. شو هني؟ لفراق الأحبة، فقد الحبيب غربة،
أبكي لفراق الأحبة وهول المطلع. شو هول المطلع؟ الموت وما بعد الموت. طيب إذا كان إمام معصوم وقربه من الله عز وجل وما أدراك، فكيف بنا نحن البشر العاديين الذين نعصي الله سبحانه وتعالى في كل آن وفي كل ساعة وفي كل يوم؟ ماذا نقول؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يستشعر هذا الخوف وهذه الخشية من الله عز وجل. طيب شو بدنا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ هو الإمام الذي تجسد فيه الحلم، وقد أشار سماحة السيد البارحة إلى حلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مش عجيب وليس غريبا، وهم أحلم من عليها. جده النبي صلى الله عليه وآله حينما دخل مكة فاتحا، دخل مكة طبعا وأوذي ما أوذي في سبيل الله، والبعض كان يظن بأن النبي سوف ينتقم أشد الانتقام لما تعرض له من الأذى من قريش. شوي بنسمعه من أول شو بقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكلنا نعرف شو أبو سفيان شو كان يعمل بالنبي صلى الله عليه وآله. شوي بينادي المنادي: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة. بيقول له الإمام علي: يا علي نادي، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. ليش؟ لأنه دين الإسلام دين الرحمة، دين الإسلام دين العفو. فالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بيعطينا أكبر درس بهذا الحلم الذي صدر منه حينما كان يسير بالمدينة، وجاء واحد من أهل الشام والبغض يعشعش ويقبع ويجلس في قلب ذلك الشامي، وعرف أنه الإمام الحسن، فأخذ يشتمه ويسبه ويسب أباه أمير المؤمن. وكنا بنعرف 80 سنة على منابر بني أمية كان يسب الإمام. طيب واحد هيك إمام، أو هلا إحنا بحياتنا العادية أحدهم يوجه لنا إهانة أو يسبنا أو يشتمنا، هل نبقى ساكتين؟ لا والله، نقيم الدنيا ولا نقعدها. لكن شوف الإمام، شوف الإمام: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أخذ يسب الإمام، قال: يا هذا، إن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت ضالا أرشدناك. شوفوا هذا الكلام كيف وقع موقعه في قلب ذلك الشامي. كان بإمكان الإمام الحسن أن يوجه إليه الإهانة، لكن شخصية الإمام وعظمة الإمام تأبى ذلك، فوقع كلام الإمام موقعه في قلب ذلك الإنسان. شو قال له؟ استمعوا إلى هذه الكلمة وهذا الجواب. قال: والله لقد دخلت المدينة وليس على وجه الأرض أهل بيت أبغض إلي منكم، وأنا الآن أخرج من المدينة وليس على وجه الأرض أهل بيت أحب إلي منكم. الله صل على محمد وآل محمد. شوف هذه العظمة وهذه الشخصية وهذه الأخلاق التي نحن بحاجة إليها في زماننا في علاقاتنا مع الآخرين. الكلمات الخالدة التي صدرت بها حديثي ولا أريد أن أطيل عليكم، بأنه يا جناد استعد لسفرك. كل واحد نحن كنا مسافرين ورايحين من بلد إلى آخر، المسافر إذا أراد أن يسافر أليس عليه أن يهيئ ما يحتاجه في سفره من التذكرة السفر وجواز السفر وأغراضه وثيابه وغير ذلك؟ طيب هذا سفر الدنيا، وكلنا نعرف قد يرجع الإنسان إلى أهله إلى وطنه وقد لا يرجع، لكن غالبا يرجع. طيب كيف سفر الآخرة؟ هل يستطيع الواحد منا
أن يعود من ذلك العالم إلى هذا العالم، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شو بيجي الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهون الإمام عم بيقول يا جناد استعد لسفرك. أي سفر؟ سفر الدنيا، سفر الآخرة. مش الإمام كنا بنعرف الإمام أمير المؤمنين شو كان يقول؟ ها؟ آهل لبعد السفر ووحشة الطريق. إذا كان الإمام علي عم بقول هيك، وهو الذي قال الكلمة فزت ورب الكعبة لم يقلها أحد. يا جناد استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، وحصل زادك قبل حلول أجلك. في كلام آخر شو بقول الإمام؟ تجهزوا فقد نودي فيكم بالرحيل. لكن ما بنعرف أمتى. تجهزوا فقد نودي فيكم بالرحيل وأقيلوا العرجة أي العروج على الدنيا وانقلبوا ما بصالح حضرتكم من الزاد. الزاد لمن فعل هنيك؟ وحصل زادك قبل حلول أجلك واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلب. مهما شرقنا وغربنا وذهبنا ورجعنا وتعمقنا في طلب الدنيا فإن الموت معقود بنواصينا، بل هو ألزم لنا من ظلنا. هل يمكن لنا أن نفر من ظلنا؟ في واحد يقول أنا بدي فر، بدي أهرب من ظلي. كذلك هو الموت ألزم بنا من ظلنا. واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. خلي الإنسان يعيش يوم، ما يفكر بغدا أو بعد غد. ليه؟ حتى لا يعيش الغم والهم، كيف الله بده يرزقني وكيف بدي هيئ لأموري. فكر في يومك الذي أنت فيه. لذلك يقول الإمام واعلم أن الدنيا في حلالها حساب. حتى ولو كان هذا الكسب الذي تكسبه أيها الإنسان هي لقمة حلال من كدك وتعبك وجهادك، لكن شو؟ في حلالها حساب. طيب إذا كان في حلالها حساب، شو بدي يكون في حرامها والعياذ بالله؟ وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. شبهات الأماكن، إذا كان إنسان لا يريد أن يميز بين أن هذا هو شيء حلال أم حرام، ضميري وديني يطلب مني أن أبتعد عن هذه الشبهة. إذا مكان أشتبه أنه موضع فساد أم لا، أبتعد عن هذا المكان. إذا كلامي فيه شبهة أو كلام سمعته من آخرين، أو أريد أن أتكلم بكلام وفيه شبهة الحرام والعياذ بالله أو اللغو أو الباطل، كذلك أجتنب هذا الكلام. وفي الشبهات عتاب. يا جنادة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. مطلوب منا أن نعمر الدنيا إذا كنا مخلدين فيها بعد، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. طيب صوروا إنسان قالوا له بكرة أنت بالساعة الفلانية وبالوقت الفلاني سوف تموت وتقبض إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الإنسان مقصر في واجباته، مقصر في صلاته، في صومه، في حجه، في زكاته، في إلى آخره، وقالوا له إنك ميت غدا، شو بيعمل؟ بحاول بكل جهده وقوته أن يتدارك ما فاته من نقص. ليه؟ لأنه بكرة بده يروح ينتقل إلى بارئه. طب لماذا لا نعوض ذلك ونحن عندنا فرصة الحياة الآن؟ الله معطينا فرصة حتى نعمل وننتقل إلى بارئنا حيث رحمته سبحانه وتعالى. نستعيد كل ذلك في هذه الأيام، أيام البركة وأيام الرحمة وأيام الضيافة، ضيافة المولى عز وجل. ليست كضيافة أحدنا للآخر، لا،
إنما الضيافة التي لا تنقطع والضيافة التي لا تنفد أبدا. ليش؟ لأن ما عند الله باق وما عندنا يذهب وينتهي وينفد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.